سيبك انتي، انتي كنتي احلى عروسة، احلى واحدة شفتها في الواحة. انا ما كنتش مصدقة اللي بيحصل النهاردة ده، اتجوز وابقى عروسة؟ ايه الحلاوة دي؟ والنبي ما في احلى منك في الدنيا. ايه دي؟ خفتي؟ ايه دي مطلعها ليه؟ ما هو لازم. يا دهوتي ربنا يخليك ليا يا عجو، وربنا يسترك. ربنا يخليك ليا يا دوحة. هروح انا بقى عشان اوريهم المنديل. هو لازم دلوقتي؟ عارفه بقى عوايد. طب ما تتاخرش. اتاخر؟ انا جاي هوا. بقول لك ما تتاخرش. فريره. طب يلا. عارف ايه اللي حصل لي؟ اول مره ده حصل لي. معلش يا حبيبي معلش، بتحصل يعني عادي، ما جراش حاجه. وبعدين يعني هو انت مستعجل على ايه؟ ده احنا فرهدنا النهارده في الفرح خالص، يعني بكره ان شاء الله نبقى كويسين. بكره؟ لا، في حاجه غلط. رايح فين؟ هشرب سيجاره. حاجة تزهق، حاجة تقرف. أنا خلاص زهقت، زهقت، قرفت من البلد اللي ما فيهاش حاجة تتعمل دي، والبيت اللي أنا محبوسة فيه في أربع حيطان مع ضل راجل. يا توحة، أنت عارفة إحنا هربانين من مصر ليه؟ وبعدين يعني اللي إحنا فيه ده أحسن من السجن. سجن؟ هنا سجن وهناك سجن، بس هنا سجن كبير قوي. يا ريتك سبتني هناك، على الأقل حياة في خطر أحسن من موت. موت؟ ربنا يسامحك يا توحة. اتصرف، شوف لي شغلانة، اعمل أي حاجة. شغل إيه يا توحة؟ ما أنت عارفة إن هنا مفيش ستات بتشتغل. وبعدين تشتغلي ليه؟ إحنا مش محتاجين، أنا أهلي مبسوطين وعندنا أرض. بقولك شوف لي شغلانة. برضه شغل؟ وأنت اللي زيك تعرف تشتغل إيه؟ أنت بتعرفي تعملي حاجة؟ أنت عارف كويس أوي أنا بعرف أعمل إيه. قصدك إيه يا توحة؟ قصدي انك تتصرف وتشغلني. انا عرفت من رابحه ان في مشغل هنا والستات بتشتغل فيه. المشغل ده مش من مقامك. وانت اللي كنت من مقامي يا عجو. عجوه عجوه عجوه. ايه في ايه يا توحة؟ ومسحة كده، ومسحة وكلمنا. هادي بس، في ايه؟ في حد يضايقك؟ حد مين اللي هيضايقني؟ هو انا في حد بيشوفني ولا انا بشوف حد عشان حد يضايقني؟ ده انا قاعدة بين اربع حيطان، هطق خلاص، هشق هدومي. معلش معلش، هي الدنيا هنا كده هادية ومملة، بكرة تتعودي. طب قوم خرجني، يلا قوم نخرج. حاضر حاضر. مساء الخير يا مرات عمي. يسعد مساكي يا ربح. جدي عايزك يا عمي. هو حابك يعني؟ حابك يعوزك دلوقتي؟ طب انا بقى خارجه اتمشى لوحدي. قلتلك مليون مره ما ينفعش تخرجي لوحدك، افهمي بقى. هروح اشوفه عايز ايه وارجع تاني. ما انت المره اللي فاتت قلتلي هروح اشوف، وقعدت مع جدك ساعتين ونص وانا قاعده ملطوعه مستنياه. هو في ايه؟ يوه انا زهقت، ارحميني بقى. روحي معاها يا رابحه،
يا رب نهدى بقى. نهدى بس يا ريت انت بقى ما تهداش اكتر من كده. ها عارف يا اخوي، اني حاسس من ساعة ما جيت البلد ان فيها حاجة متغيرة. البلد زي ما هي يا اخوي، بس انت اللي حالك متغير. لا ابدا، انا زي الفل الحمد لله. على اخوك يا عجوة. عجوة تمام، مبسوط في حياتك؟ لا ابدا، يعني هو اصل في موضوع كده صغير ملوش لازمة، يعني اصل توحة عايزة تشتغل. ايش تقول؟ انت اتجننت ولا ايش يا عجوة؟ ما عندنا حريم تشتغل، ده يبقى عار. عارف والله العظيم عارف، بس يعني ما باليد حيلة، هعمل ايه؟ هي توحة زهقت من القعدة، يعني لسه ما خدتش على عوايدنا. لازم تفهم ان هنا في عادات، وبعدين زهقانة سليها يا اخوي بحتة عين. كله بأمر الله ونعم بالله، بس لازم تفهم مرتك اللي بفكر فيه ده مش مقبول أبدا، وان ده غير عاداتنا وتقاليدنا. مش كفاية انك اتجوزت حد من برانا تاني؟ هنعيده تاني؟ احنا مش كنا خلصنا؟ تزعلش مني يا اخوي، بس لازم تعرف ان العادات والتقاليد دي محافظة على وجودنا، لولاها كنا زماننا اختفينا. مش للدرجات دي. لا للدرجات ونص يا عجوة، للدرجات ونص. تمسك بالعادات والتقاليد مش مجرد عنده وخلاص، لا، تمسك بالعادات والتقاليد زي ما تكون بتدافع عن روحك وعمرك. ساعات يجيلك اوقات تبقى عايز تخلص من حياتك وتقصف عمرك. ايه ده؟ اقول له يا صاحبي، هو احنا شربنا كتير يا فحمه؟ فحمه ايه يا عم انت يا عم؟ انا فخده. فخده؟ ازاي؟ يا عم مش فارقه فحمه فخده، كله بيتحط على النار. يا عم احنا ما شربناش غير بتاع برميل براندي يا عم. براندي حلو، البراندي ده. كليتك اللي بعمل في نفسي. ايه يا عم ده؟ يا عم انت بتغني ولا بتتكلم؟ يعني هتفرق يا فكيك؟ ايوه يا عم هتفرق كتير يا عم. ازاي يعني يا ناصح؟ انا اقول لك يا فكيك، انت لو بتتكلم ارد عليك بالكلام، لو بتغني ارد عليك بغير. حلوه صدق، عجبتني. صح، كنت بغني وقول كل ده. كل ده كان ليه؟ صورة صورة صورة، توحة توحة توحة، كلنا عايزين توحة. بتلم نفسك انت فحمة فخدة انت ولا مين؟ ايه يا عم انت يا عم، هي الغنوة بتقول كده. صح صح، غنوة. و اعمل ايه؟ اعمل معاها ايه؟ جبار. ايوه يعني يا عم عبد الحليم. ايه جبار؟ صح انت صح، هي توحة جبار.